كيف صار جرحك؟ منيح، أحسن بكتير. دقيت لك كذا مرة بس ما رديتي ولا رجعتي دقيتي لي. فارس أنت كنت رح تموت من تحت رأسي. بس ما ماتت، هياني هون. كرمال هيك هربتي؟ ليش فليتي؟ فارس أنا وياك ما فينا نكون مع بعض. أنا وياك بحياتنا ما فينا نكون سوا. هالحكي ما إله طعمة. بتعرف شو بيصير فيي إذا صار معك شي مصيبة بسببي؟ مصيبة بسببك؟ لك أنت أحلى شي صار بحياتي. عائلتك مش هيك رأيا؟ في حدا حكاك شي؟ حدا قال لك شي؟ سوريا، إذا شي يوم قررت تفلي وتتركيني، ما تفلي لأنه حدا قال لك شي. فلي لما تبطلي تشوفي حالك بعيوني، لما تطلعي فيه. تتجوزيني؟ بتتجوزيني؟ ما فهمت، أنا عم بجرب حظك معي هالمرة كمان؟ شكله حظ كتير منيح. شو قلت؟ لك اخ اخ منك يا ماما اخ. وينك؟ كان عندي شغلة صغيرة لازم اعملها. انا جاي، ما تعطلي هم، ومحضر لك مفاجأة. ايه شو هي هيدي المفاجأة؟ خلص رح تعرفي، انا جاي. طيب انا ناطرتك.